مرحبا بكم. منذ القدم ويعتبر النظر في المرآة طويلا شيئا يحمل في طياته أمور غامضة، ولهذا كان الكثير من الناس يعتقدون أنه من الأشياء الممنوعة، حيث أن النظر في المرآة طويلا وخاصة في الليل قد يسلب جزءا كبيرا من الروح. فالنساء التي تنظر إلى نفسها كثيرا في المرآة كثيرا ما يخيل لها أن روحها انتقلت من جسدها إلى خلف المرآة. ماذا سيحدث لو نظرنا طويلا في المرآة؟ في هذا الفيديو سنقوم بالإجابة على هذا السؤال بطريقة علمية. دائما ما اعتقد الناس أن المرآة هي أداة علاجية سحرية، وشكلها وحجمها لا يلعب دورا هاما، فدورها الأساسي هو عكس الأشياء والمساعدة على تصحيح الأفكار. ويعتقد أيضا أن المرآة تحتفظ لنفسها بالمعلومات والأفكار، ولهذا لا يجب النظر إليها طويلا. وإن كنا سننظر فيجب علينا التفكير في أشياء إيجابية يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب عند الجلوس أمامها للتزين ثم إبداء عدم الرضا في نهاية الأمر. ولكن إن نظرنا إلى المرآة وأفكارنا تميل إلى أشياء تعطي طاقة إيجابية فستكون لدينا حياة جيدة. فقد أكد فريق من العلماء في إحدى معاهد نيويورك لدراسة وتفسير علوم ما وراء الطبيعة والظواهر الغامضة أن النظر طويلا في المرآة هو أمر خطير ويؤثر بالسلب على صحة الإنسان، ويتسبب بالعديد من الأمراض النفسية، وخصوصا عند النساء اللواتي ينظرن طويلا في المرآة، حيث يؤدي إلى التعب والإرهاق وضعف في الذاكرة. ويزداد هذا خطورة عند النظر طويلا إلى العينين في المرآة. ولقد أكد العلماء أيضا من خلال تجاربهم أن حقل الطاقة الموجود حول جسم الإنسان يبدأ في الضعف والاختفاء عند النظر في المرآة أكثر من 3 دقائق، ولهذا فإن المهووسون بالنظر إلى أنفسهم في المرآة تظهر عليهم وبسرعة أعراض الشيخوخة المبكرة، وعلى عكس الأشخاص الذين لا ينظرون كثيرا إلى المرآة. وفي النهاية فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إلى المرآة وخاصة في وقت الليل، وعدم استخدامها إلا في وقت الحاجة، وعدم الإطالة في الوقوف أمامها. فمن يريد النظر في المرآة عليه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى فيقول: بسم الله، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وحرم وجهي على النار. وهناك الكثير من الفيديوهات التي تحتوي على حقائق ومعلومات على قناة حقائق وأسرار، فلا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم.